ابوك يا عم، الدنيا اتظبطت اهي وخلاص، اخوك طلع براءه، مالك بقى؟ ما هو ده اللي قلقني. هقول للناس ايه بعد اللي قلته؟ كل عيله فيها وفيها، والحلقه جابت اعلانات، هقول ايه المره دي؟ يعني ايه تقول ايه؟ قول كلام حلو، قول انه طلع بريء. ما هو كده عادي يعني، فين الجديد؟ لا ده انت اتغيرت على الاخر. اتغيرت ازاي؟ بقيت اعلامي شاطر. انت بتهرجي؟ انا هدخل حمام. حمام ايه بس دلوقتي؟ ده فاضل على الهوا 5 دقايق. بسرعه. طيب ها بسرعه. خمس دقايق. يا باي على الاستوديو بتاعكم ده صعب قوي. ما رضوش يدخلوني غير لما قلت لهم انا قريب، ودخلوا سالوه على مدخل الحمام. يا اخوانا انا مسنوق، اعملها لكم على روحي. ازيك يا عم ونوس؟ ازيك؟ مبروك لنبيل، طلع اهو. يلا عايزك تلعب بقى وتعمل حلقه تاريخيه. ابدا يا نجم. مفيش في دماغي ولا كلمه. ازاي؟ اخويا اللي ظلمتوه وظلمتوني معاه طلع بريء. ده مش بريء بس، انتوا ما تعرفوش مين هو نبيل ياقوت. انا صبرت كتير وسكت، لكن اني الاوان بقى تعرفوه. يا شيخ فاروق، فاضل دقيقة على الهوا. حاضر. الناس بتحب القادر الفاير زي ما بتحب المظلوم المسكين. ليلة ليلتك يا روقة. الحلقة الليلة دي فعلا هي معنى البرنامج واسمه. فعلا ربك رب قلوب. في حلقة فاتت اتصل بيا مشاهد كريم وقال إن أخويا مجرم وقاتل، وإنه كان بيغني ورا رقاصة وقتلها، وأنا ما قطعتش الخط ولا غلبشت على المكالمة زي الزملاء ورديت. استحملت كتير وما رضيتش أدافع عنه، لأن ربنا بيقول والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس. قبلت إن أخويا المتهم يكون باب يتنهش منه عرضي وعرض أسرتي، لأني مش بدافع عن نفسي ولا انتصر ليها. وصبرت لأن ربنا بيقول إن الله مع الصابرين، وبيقول وبشر الصابرين. الليلة دي بقول إن أخويا طلع براء، لأن ربك رب قلوب فعلا وما يرضاش بالظلم. الليلة دي بقول لجمهور ربك رب قلوب وللمشاهد الكريم بتاع الحلقة اللي فاتت، أخويا نبيل ياقوت إبراهيم طلع بريء. مش كده وبس، ضيفي في الحلقة اللي جاية هو الفنان نبيل ياقوت إبراهيم. تشوفوه، تسمعوه، وتعرفوا مين هو نبيل. أخويا الصغير، أبو حس جميل وقلب أجمل، وإزاي إحنا كأسرة اتربينا على الأدب والسكات لما حد يظلمنا، مهما غلط فينا بنسامح، لأن ربنا وحده هو اللي علمنا إزاي نسامح زيه، وإزاي هو علينا بيتوب، لأن ربك رب قلوب. فاصل ونرجع لكم، ويكون الشيخ فاروق في حالة أحسن. أبوسه الفصل اللي فات ساعة ضرب،
واللي جاي ساعة ونص حبيبي يا شيخ فاروق في حضني. يا غالي استغفر الله استغفر الله يا راجل استغفر الله العظيم منور الدنيا ده انت سيدنا يا شيخ فاروق اقعد ارتاح اخويا قول 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 عايزك تقول كتير يلا يا اولاد يلا